بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبرعاية وحضور سمو الشيخة منيرة بنت خالد بن حمد آل خليفة، انطلقت اليوم على صالة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة لذوي الإعاقة بطولة العالم للألعاب الإلكترونية للسيدات، والتي تقام بتنظيم من الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بإقامة بطولة العالم للألعاب الإلكترونية للسيدات، والذي يعتبر حدثا فريدا من نوعه لما له من دور في استقطاب عشاق الألعاب الإلكترونية من الفتيات في منافسات رياضية شريفة تتخذ طابعا شبابيا وترفيهيا في آن واحد، بجانب الانعكاسات الإيجابية لهذا التجمع في تعزيز الروابط بين اللاعبات المشاركات وتنمية تفكيرهن وقدراتهن في ألعاب الذكاء الإلكترونية. وأضاف سموه: أصبحت الألعاب الإلكترونية تحتل اهتماما كبيرا ولها رواج واسع بين الشباب، بالإضافة إلى أنها قد أصبحت تمثل سوقا تجاريا ضخما في ظل الإقبال الواسع عليها ولما لها من شعبية جيدة وانعكاسات إيجابية في حال ممارستها بالصورة الملائمة والمفيدة، وهو ما دفع لتأسيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية ليلبي احتياجات ومتطلبات أبنائها من كلا الجنسين في إقامة بطولات ودورات تنافسية تبرز طاقاتهم وإمكاناتهم. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي بذلها الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية في التنظيم والإعداد للبطولة من خلال التنظيم الرائع للمكان وتوفير كافة التجهيزات والمعدات، مشيدا بدور الشركات الراعية والداعمة وكافة اللجان العاملة في إنجاح الحدث، متمنيا سموه لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. كما ألقى السيد حسين الكوهجي رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية كلمة أعرب فيها عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه وحضور سموه لحفل الافتتاح، معربا عن شكره لسمو الشيخة منيرة بنت خالد بن حمد آل خليفة على رعايتها الكريمة لهذه البطولة، والتي تقام في إطار حرص الاتحاد للاهتمام بالألعاب الإلكترونية.